مشاهدي الكرام، 700 مليار دولار ميزانية طلب بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الكونغرس طلب بإقرارها بل والعمل على زيادتها العام المقبل لتصل إلى 716 مليار دولار من أجل تنفيذ الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، محذرا النواب من مغبة العمل على تقليصها. نتابع. وسط تجاذبات الساسة تحت قبة الكونغرس الأمريكي حول إقرار الموازنة الحكومية، لم يجد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سوى تحذير النواب ديمقراطيين وجمهوريين من أن الاستراتيجية العسكرية لبلادهم لن تقوى على الصمود في ظل المطالب بتقليص الإنفاق العسكري في الوقت الذي تحيط المخاطر ببلاده ويتنامى خطر الأسلحة النووية. ماتيس الذي وقف في جلسة استماع بالكونغرس حول استراتيجية الدفاع الوطني والموقف النووي أكد على أنه لن يمكن لأي استراتيجية البقاء على قيد الحياة دون وجود تمويل مستقر، مطالبا بزيادة موازنة الجيش الأمريكي إلى 700 مليار دولار خلال العام الجاري ولتصل إلى 716 مليار في العام المقبل. إن جيشنا لا يزال قادرا، ولكن قدرتنا التنافسية قد تآكلت في كل مجال من مجالات الحرب. وزير الدفاع لم يجد سوى إثارة مخاوف النواب ليصل لمبتغى، فحذرهم تارة من أن تقليص الميزانية العسكرية سيؤثر على العمليات الأمريكية في أفغانستان وسوريا والعراق، وتارة أخرى من أن بلاده تتعرض للمنافسة في الساحة الدولية من موسكو وبكين. الملف النووي كان حاضرا في الجلسة ذاتها، استطرق عليه ماتيس عبر وصف إيران وكوريا الشمالية بالدول المارقة بسبب ما قال إنه تهديد من بيونج يانج للسلم النووي العالمي، وأن طموح إيران النووي بات تهديدا واقعا، مؤكدا في الوقت ذاته التزام واشنطن بدورها في تقليل الأسلحة النووية وتنفيذ اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. فهل تفلح تحذيرات ماتيس في إقناع الساسة بما فشل فيه ترامب لتمرير الميزانية؟ أم أن المأزق سيزيد اتساعا؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.